ماذا أقول في السجود وفي الركوع؟ المشروع في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، والواجب مرة. طيب مرة سبحان ربي الأعلى في السجود ومرة سبحان ربي العظيم في الركوع، هي أصح أقوال أهل العلم. ويستحب مع هذا في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب. مستحب للرجال والنساء. طيب. في الفرض والنفل. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول يستحب ايضا ان يقول في السجود يدعو في السجود، يستحب يدعو في السجود ايضا يكفي من الدعاء في السجود. ويستحب ان يقول فيهما في الفرض والسجود سبوح والدروس رب الملائكة والروح. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، هذا مستحب. طيب. في الركوع والسجود. طيب. ولكن الدعاء خاص بالسجود، المفضل في السجود، اما الركوع فهو محل التعظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظيم في الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فاحسنوا الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.